السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين أهلا بكم. بما إن كل كتاب كنا بنقراه كان دايما من عادتي إن أنا بعرض زيارة الكاتب، خصوصا لو كان صاحب رحلات رحالة أو جغرافي لمصر. وبما إن كتاب القزويني آخر كتاب كان معانا في القناة كان عن عجائب المخلوقات، وبالتالي هو ما اتكلمش اصلا في عن زيارته في مصر، فبالتالي هنروح لكتاب القزويني الاخر وهو اثار البلاد واخبار العباد، وده الكتاب اللي بيتكلم فيه عن رحلاته، وبالفعل ده الكتاب اللي فيه زيارته لمصر عشان ما نكسرش العادة. يعني بما ان بنشوف الناس طول الازمان او زي ما تقول المؤرخين والرحالة طول الأزمان هم بيتكلموا عن أهم الآثار المصرية عشان تعرف شكلها طول التاريخ، ومن أهم الآثار اللي كان بيتكلم عنها الرحالة العرب كانت فنار اسكندرية أو منارة الإسكندرية، وطبعا أهرامات الجيزة. بنبدأ بالإسكندرية. القزويني بيقول من عجائبها عمود يعرف الآن بعمود السواري، لسه موجود لحد النهاردة قريب من باب الشجرة من أبواب الإسكندرية، فإنه عظيم جدا كأنه منارة عظيمة، وهو قطعة واحدة منتصب على قاعدة من حجر عظيم مربع، وعلى الرأس حجر آخر مثل القاعدة كأنه بيت. ومن عجائبها المنارة أسفلها مربع من الصخر المنحوت، طبعا ده الجزء المهم اللي يهمنا، فنار اسكندرية. وفوق ذلك منارة مثمنة، وفوق المثمنة منارة لطيفة مدورة، طول الأولى 90 ذراعا والمثمنة مثل ذلك، وطول اللطيفة المدورة 30 ذراعا، وعلى أعلى المنارة مرآة، وعليها موكل ينظر إليها كل لحظة، فإذا خرج العدو من بلاد الروم وركب البحر يراه الناظر في المرآة ويخبر القوم بالعدو فيستعدون لدفعه. وكانت المرآة باقية إلى زمن الوليد ابن عبد الملك ابن مروان. طبعا دي من الأقاويل اللي كانت بتقال عن فنار اسكندرية، وهي إن غرضها حربي، على العكس من ذلك هو كان غرضها تجاري، وكان في أعلاها نار بتتشاف من مسافات بعيدة عشان ترشد الرحالة أو البحارة إلى ميناء اسكندرية. هو راسم هنا نموذج لشكل الفنار، 3 مراحل، المرحلة الأولى المربع الكبير، وبعدين المرحلة الثانية، وبعدين المرحلة الثالثة. وبعدين بيحكي لنا قصة كانت منتشرة في القرن السادس الهجري والسابع الهجري، حول إن الفنار اتهد الجزء الأعلى منها نتيجة مكيدة قام بيها واحد من الروم، أرسله ملك الروم إلى أو ملك بيزنطة إلى الوليد بن عبد الملك، وقال للوليد بن عبد الملك إن كان في كنز تحت الفنار بتاع اسكندرية، وإن الكنز ده فيه أموال وأشياء كتير. وبالفعل الوليد بن عبد الملك صدقه وأزال المرآة اللي كانت في أعلى الفنار، فلما شاف ان الفنار الجزء الاعلى منها اتهدم والمرآة اللي فيها اتشالت هرب في الليل، وبعدين الفنار بطل عمله. لكن الحقيقة غير كده خالص، الحقيقة شيء مختلف. هل فنار اسكندرية كان شغال بالفعل وقت ما العرب دخلوا اسكندرية؟ ده موضوع بحث طويل هنتكلم عنه في وقت تاني ان شاء الله. بعيد بقى عن قصة الهدم دي اللي هي غير صحيحة عموما، لأن زي ما قلت الفنار ما كانش فيها مرآة. الفنار عمر حتى جغرافيا أو هندسيا، حتى لو طول الفنار زي ما بيقولوا كان 137 متر، يا سيدي 160 متر أو 170 متر، عمره ما يجيب الشط التاني. حاليا في مصر مثلا في ناطحات سحاب مبنية بارتفاعات عالية موجودة في منطقة العالمين، ومع ذلك اللي بيقف فيها ما بيشوفش شاطئ تركيا القسطنطينية. ده غير اصلا
الرومان كانوا مسيطرين على البحر المتوسط من أوله لآخره. أعداء إيه اللي هيشوفهم لما يطلعوا من الميناء؟ المهم نكمل وصفه للمنارة في زمنه، وده الشيء المهم. المنارة في زمننا حصن عال على نيف أو نيق جبل مشرف على البحر في طرف جزيرة بينها وبين البر نحو شوط فرس، ولا طريق إليها إلا في البحر المالح، وهي مربعة ولها درك واسعة يصعدها الفارس بفرسه. طبعا بالنسبة للطريق والممر اللي بيروح قلعة قايتباي في اسكندرية، هيشوف إن القلعة موجودة في مكان شبه جزيرة، وفي طريق بري كده شارع طويل بتمشي فيه طوله حوالي 100 متر أو 150 متر بيوصلك لمدخل القلعة، وهي مربعة ولها درج واسعة يصعدها الفارس. طبعا قلعة قايتباي حلقتك، قلعة قايتباي ده هو المبنى اللي اتبنى مكان فنادق اسكندرية، ومن الواضح كمان ان ممكن تكون القلعة دي اخدت من تصميم الفنادق في الجزء الارضي، ولها درج واسعة يصعدها الفارس بفرسه، وقد سقفت الدرج بحجارة طوال مركبة على حائطين مكتنفين للدرجة فترتقي إلى طبقة عالية مشرفة على البحر بشرفات محيطة، وفي وسط حصن آخر يرتقي إليه بدرجة أخرى فيصعد إلى طبقة أخرى لها شرفات في وسطها قبة لطيفة كأنها موقع الديدبان. من الحاجات الطريفة في فنار اسكندرية، كان في أحد الأصدقاء بيتناقش حوالين إن إزاي الفراعنة بنوا أهرامات الجيزة وإزاي علومهم في البناء ما تورثتش. فقلت له إيه اللي عرفك إنها ما تورثتش؟ قال لي بمنتهى البساطة، لو كده ما هم البطالمة جم مكان الفراعنة، يعني جم حكموا الدولة وما كانش فيه انهيار ولا شيء حدث يضيع العلوم، ليه البطالمة ما بنوش مباني قريبة من الأهرامات؟ فكانت الإجابة واضحة وبسيطة، يعني كده البطالمة بنوا فنار اسكندرية واحدة من عجائب الدنيا السبعة، وكانت مبهرة للعين أكتر من أهرامات الجيزة. فكان سؤال غريب جدا إنه يتوجه، وفي كتير من الناس ما تعرفش إن كان في مباني في عصر الدولة المتأخرة، وكان في توابيت، وكان في نقش الحجارة، واتنقل للعصر البطلمي، واتنقل للعصر الروماني، وكان في معابد كتير بناها أباطرة الرومان، وفي صور وخراطيش الأباطرة الرومان منقوشة على معابد وقاعات هما اللي بنوها، ولكن البناء في المعابد اتوقف مع انتشار المسيحية لما الشعب المصري ساب الديانة الوثنية ودخل في الديانة المسيحية، وبالتالي المعابد دي لم تعد لها فائدة بالنسبة له، فتوقفوا عن البناء بالطريقة دي وبدأوا يتعلموا فن بناء جديد اللي هو فن بناء الكنائس وأبدعوا فيه، ولما دخل الإسلام بقى فن بناء المساجد مرة تانية أبدعوا فيه، فطريقة البناء لم تتوقف. وطبعا مسجد السلطان حسن واللي مبني في العصر الإسلامي دليل إن نفس فن العمارة استمر. المهم نكمل كلام القزويني عن مصر. مصر ناحية مشهورة، عرضها 40 ليلة في مثلها، يعني مربعة زي ما هي موجودة في الوقت الحالي، احنا في الوقت الحالي طولها 1000 كيلو وعرضها 1000 كيلو، طولها من العريش إلى أسوان وعرضها من برقة إلى أيلة. طبعا سميت بمصر بالنسبة له نسبة إلى مصريم بن حام، ومن عجائبها أنه إن لم يصبها مطر زكت بخلاف سائر النواحي، وإن أصابها مطر ضعف ذكاؤها. طبعا لأن مصر غير أغلب الدول هي لا تعتمد على المطر في الزراعة، هي بتعتمد على النيل بالنسبة لها. كمان كتير من المحاصيل اللي فيها بيبقى الفلاحين متعودين ومظبطين الري بتاعها على النيل فقط، فلو نزلت أمطار بصورة كبيرة كتير منهم بيتلخبط وما بيعرفش يظبط الريات بتاعة الزرع، فده ممكن يضعفها، وده قصده انها اذا امطرت قل ذكاؤها، يعني
الإيراد بتاعها ومحصول الأراضي بيقل، لأن الأرض بتروى أكتر من اللي هي محتاجاه، وأحيانا الفلاحين ما بيعرفوش يظبطوها، عكس لو مفيش أمطار هيظبط زراعته على فيضان النيل فقط، وهو ده اللي هو متعود عليه، وهو ده اللي بيعمله من آلاف السنين. وبها نهر النيل، قالوا ليس على وجه الأرض نهر أطول من النيل، لأن مسيره شهر في بلاد الإسلام وشهرين في بلاد النوبة وأربعة أشهر في الغرب، إلى أن يخرج ببلاد القمر خلف خط الاستواء. طبعا منشأ النيل عند هضبة أفريقيا الوسطى اللي فيها اللي هي بحيرة فيكتوريا، طبعا منطقة اللي فيها غينيا ورواندا والبحيرات الاستوائية اللي موجودة في منابع النيل، بحيرة ألبرت وبحيرة فيكتوريا والبحيرات دي كلها. لكن بلاد القمر هي نسبة إلى الجبل الشهير اللي موجود في كينيا، كليمنجارو، أطول جبل موجود في أفريقيا. وبالفعل تفسير كليمنجارو معناها جبل القمر، وشوفنا في كتب كتير زي كتاب المسعودي المزيف ان كان بيقولك ناس راحت رحلات لجبل القمر وكانوا بيعتبروه اخر الاراضي او اخر البلاد، ومحدش كان بيعرف يتخطاه. وفي وقت تاني نكمل قصته، بس ده الموضوع بتاع جبل القمر اللي هو جبل كليمنجارو اللي موجود في كينيا، واحد اطول جبل موجود في افريقيا، ويمكن تاني اعلى قمة جبلية في العالم بعد ايفرست. وليس في الدنيا نهر يصب من الجنوب إلى الشمال ويمد في شدة الحر عند انتقاص المياه والأنهار كلها، ويزيد بترتيب وبنقص بترتيب إلا النيل. النيل من عاداته إن الفيضان بيجي كل سنة في شهور 7 و8 و9، الشهور دي شهور صيف. أغلب دول البحر الأبيض المتوسط واللي كان فيها الخلافة الإسلامية كانت الأمطار بتنزل فيها في الشتاء، ده غير إنك لو بصيت على باقي الأنهار اللي موجودة في باقي الدول العربية زي دجلة والفرات، أشهر نهرين، أو أنهار زي الأنهار بتاعت سوريا زي نهر العاصي وجزء من دجلة بيمر فيها، والنهر الشريعة اللي موجود ما بين الأردن وفلسطين، بتكتشف انها كلها جاية من الشمال للجنوب. فالنيل ماشي عكس اتجاه باقي الانهار، مش مرتبط بمطر الناس شايفاه، وشايفين ان زيادته بتيجي بترتيب مع الوقت ونقصانه بترتيب مع الوقت، وده نتيجة ان النيل ليه منبعين، منبع موسمي بيجيب كمية كبيرة من المياه في وقت واحد اللي هو وقت الفيضان ده اثيوبيا، ومنبع دائم ده بيجي من وسط افريقيا من منطقة البحيرات الاستوائية فيكتوريا والبرت وغيرها من البحيرات. وكفاية كده جغرافيا، احنا بنتكلم في التاريخ. وقال القضاعي اول من قاس النيل بمصر يوسف عليه السلام وبنى مقياسه بمنف، وذكر ان المسلمين لما فتحوا مصر جاء اهلها الى عمرو بن العاص حيث دخل بقونا من شهر القبط، وقالوا أيها الأمير إن لبلادنا سنة لا يجري النيل إلا بها، وذلك لأنه إذا كان 12 ليلة من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بك فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون، ثم ألقيناها في النيل ليجري. فقال لهم عمرو إن هذا في الإسلام لا يكون، وإن الإسلام يهدم ما قبله، فأقاموا بقونا وأبيب ومصر وهو لا يجري قليلا ولا كثيرا حتى هم الناس بالجلاء. طبعا الشهور القبطية غير الشهور الميلادية، شهور القبطية 13 شهر اللي هم فيهم طوبة وأمشير وبقونة وأبيب وكياك وشهر توت. فلما رأى عمرو بن العاص ذلك كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك، فكتب عمر إليه قد أصبت إن الإسلام يهدم ما قبله، قد بعثت إليك بطاقة فألقها في داخل النيل
وإذا في الكتاب من عبد الله أمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر أما بعد، فإن كنت تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك. القصة دي موجودة في كتب كتير ملهاش سند، وبالتالي هي قصة ضعيفة. عقليا كانت مصر في الوقت ده قبطية مسيحية يعني، فالمسيحيين أكيد مش هيرموا بنت في النهر، وبالتالي دليل على ان القصة خاطئة. ومفيش حاجة في العصر الفرعوني بتقول ان هما كانوا بيرموا في النيل قرابين بشرية. كان في توابيت وحاجات كده، قرابين بتتصنع على شكل أوزوريس، وكان بيتحط فيها بعض الحبوب وبتترمي في النيل، او بعض المحاصيل كانت بتترمي في النيل كأضحيات او قرابين للنيل كإله، لكن ما كانش فيها بشر يعني، كانت عبارة عن أغلبها كانت نباتات وزروع. فألقى عمرو بن العاص بطاقة في النيل قبل الصليب بيوم، وقد تهيأ أهل مصر للجلاء لأن مصالحهم لا تقوم إلا بالنيل، فأصبحوا وقد جرى أجرى الله النيل 16 ذراعا في ليلة واحدة. ومن عجائب التمثيل النيل التمساح لا يوجد إلا فيه، وقيل بنهر السند أيضا يوجد. التمساح موجود في نهر النيل، وموجود في نهر السند، وموجود في بعض، وفي نهر الجانج في الهند، وموجود في أفريقيا كمان في نهر النيجر، وفي مجموعة أنهار تانية كتير في أفريقيا عموما وآسيا وأمريكا. لكن في عصرهم في المنطقة اللي هم عملوها، فالمعلومة بالنسبة له لحد كبير تحمل جزء من الصحة، النيل المكانين الوحيد اللي ممكن يشوف فيهم التمساح هو النيل ونهر السند. وبها شجرة تسمى باليونانية ميقيقوس، تراها بالليل ذات شعاع متوهج بغير رؤية، يغيب رؤيته كثير من الناس يحسبها نار الرعاة، فإذا قصدها كلما زاد قربا زادت خفاء، حتى إذا وصل إليها انقطع ضوءه. وأنا معرفش إيه الشجرة دي الصراحة. ومن عجائب مصر الهرمان. طبعا اتكلمنا عن الفنار، عن رؤيته لمصر، عن نهر النيل، عن جبال القمر. دي المواضيع اللي متابع الحلقات، كل حلقة بنجيب رأي أحد الرحالة في مصر، بنجيب الوصف ده كله كده بالكامل على بعضه يعني. فآخر حاجة فيه بتبقى الأهرامات. المحاذيان للفسطاط، وقال أبو الصلت كل واحد منهما جسم من أعظم الحجارات. طبعا الهرمان هو قصده خوفو وخفرع، لأن الألعاب كانوا شايفين إن منقوع صغير فما كانش بيتحسب. مربع القاعدة مخروط الشكل، ارتفاع عموده 300 ذراع و17 ذراعا، يحيط بها 4 سطوح مثلثات متساوية الأضلاع، كل ضلع منهما 400 ذراع و60 ذراعا. وهو مع هذا العظم من أحكم الصنعة وإتقان الهندام وحسن التقدير، لم يتأثر من تضاعف الرياح وهطل السحاب وزعزعة الزلزال. وذكر قوم أن على الهرمين مكتوبا بخط المسند أن بنايتهما فيما يدعى قوة في ملكه ليهدمهما، فإن الهدم أيسر من البناء. قرينا النص ده كتير يعني. وتاني زي ما قلنا بنكرر المعلومة، الأهرامات كان عليها كسوة حجرية من حجر الجرانيت من حجر الجير الأبيض، وكان على الأحجار دي نقوش وكتابات بتوضح الباني، وبتوضح تاريخ البناء وكل ومعلومات كتير زي اللي انت عايزها. وإن الكسوة دي وقعت من الهرم في زلزال حصل في القرن السابع الهجري أو القرن الرابع عشر الميلادي. وبما ان ما كانش حد او كان قليل جدا من في الزمن ده اللي بيعرف يجيد قراءة الخط المصري القديم الهيروغليفي،
فبالتالي ما كانش حد فاهم النص. واذا فرضنا وجود شخص كان عارف المصيدة القديمة، فبالتالي يعني بالتأكيد مش هيكون عارف اللهجة او اللغة بتاعت الدولة القديمة كمان اللي هي اصعب. يعني اغلب اللي عارفين لغة هيروغليفية او الخط الهيروغليفي يعني الموجود في المعابد بيبقى اكتر من عصر الدولة الحديثة وعصر الدولة المتأخرة، لان دي الكتابات اللي قريبة من الخط اللي اتفك في العهد اليوناني، ودي اللي موجود منها نصوص كتير تقدر تفهم منها معاني كلمات. لكن في عهد الدولة القديمة كانت اللغة متغيرة وكان في معاني كتير مختلفة، والكلام ده شرحناه في حلقات سابقة قبل كده يعني. وقال ابن زولاق: لا نعرف في الدنيا حجرا على حجر أعلى ولا أوسع منهما. وقال أبو عبد الله بن سلامة القداعي أو القضاعي في كتاب مصر أنه وجد في قبر من قبور الأوائل صحيفة فالتمسوا لها قارئا، فوجدوا شيخ في دير قلمون يقرأها، فإذا فيها: إنا نظرنا فيما تدل عليه النجوم فرأينا أن آفة نازلة من السماء وخارجة من الأرض، ثم نظرنا فوجدناها مفسدة للأرض ونباتها وحيوانها. دي القصة بتاعت بناء الأهرامات قبل طوفان نوح عليه السلام عشان يدفنوا فيها أثرهم وعلومهم. فلما مات سويل دفن في الهرم الشرقي، ودفن أخوه هرجيت في الهرم الغربي، ودفن ابن أخيه كوروروس في الهرم الذي أسفله. ولهذه الأهرام أبواب في أزج تحت الأرض، طول كل أزج منها 150 ذراعا، فأما باب الهرم الشرقي فمن الناحية الشرقية، أما باب الهرم الغربي فمن الناحية الغربية، وأما باب الهرم المؤزر فمن الناحية الشمالية، وفي الأهرام من الذهب ما لا يحتمله الوصف. ثم أن المترجم لهذا الكلام من القبط من القبطي إلى العربي أجمل التاريخات إلى سنة 25 و200 من سنية الهجرة، فبلغت 4321 سنة شمسية. طب لو حطيت 4300، واحنا القزويني كان تقريبا سنة 500 هجريا، يعني حوالي 1100، فالمفروض 5300 الإجمالي، لا من 1100 للنهاردة، حوالي ضيف 1000 سنة كمان عليها، يبقى 5300 يوصلك لسنة 3300 قبل الميلاد. وهو طبعا عامل الحسبة دي كلها لأن هيقول لك بعد كده: ثم نظر كم مضى من الطوفان إلى وقته فوجده 3941 سنة، فمعناه إن بالنسبة له الأهرامات اتبنت قبل طوفان نوح. وللحقيقة لو احنا واخدين تاريخ طوفان نوح عليه السلام من الكتاب المقدس بالتواريخ اللي مكتوبة فيه، وبعد كده جينا قارناها بتاريخ بناء الهرم اللي هو سنة 2600 ل 2500 قبل الميلاد، فهنكتشف انه تقريبا الاهرامات مبنية قبل طوفان نوح اللي في الكتاب المقدس. طبعا بناة الاهرام خوفو وخفرع ومنقرع، مفيش ملك اسمه سويل ولا سويد. وزعم بعضهم ان الاهرام بمصر قبور ملوك عظام بها عثروا ان يتميزوا بها على سائر الملوك بعد مماتهم كما تميزوا عنهم في حياتهم، وارادوا ان يبقى ذكرهم بسبب ذلك على تطاول الدهور. احنا عرضنا وجهتين النظر دول، يعني قلنا ان المسعودي في كتابه قال كتابه الأصلي قال كان بيتبنى فكرة إن لا دي مقابر للملوك وده شيء واضح جدا، والبغدادي نفس الفكرة. وزي ما شفنا القزويني وكان في كمان ابن بطوطة كانوا بيتبنوا فكرة لا ده الأهرامات دي كانت بتخفي أسرار وعلوم، وزي ما قلنا ابن بطوطة والقزويني اللمحة الصوفية بتخليك تقتنع بالموضوع ده شوية.
وذكى محمد بن العربي الملقب بمحيي الدين أن القوم كانوا على دين التناسخ، فاتخذوا الأهرام علامة لعلهم عرفوا مدة ذهابهم ومجيئهم إلى الدنيا بعلامة ذلك. التناسخ اللي هو الإنسان لما بيموت روحه بتطلع في السماء وتنزل تاني في مولود، والمفروض في مدة زمنية بتاخدها الدورة دي 4000 سنة على حسب بعض الحكماء اليونان، يعني منهم أفلاطون على ما أعتقد هو كان محدد المدة الدورة بحوالي 4000 سنة أو شيء قريب من كده. ومن الناس من يزعم أن هرمس الأول الذي يسميه اليونانيين أخنوخ، المفروض أخنوخ الذي يسميه اليونانيين هرمس، لأن اليونانيين كانوا مسميين تحوت الإله المصري هرمس، فهو تحوت الإله المصري إله العلم والحكمة والمعرفة عند اليونانيين اسمه هرمس، والمؤرخين العرب واليهود بيسمينه أخنوخ، وطبعا البعض بينسبه لاسم إدريس عليه السلام النبي المذكور في القرآن، وحاطين قصة ده على ده إن أخنوخ هو إدريس، وهو إدريس علم بطوفان نوح إما بالوحي أو بالاستدلال على ذلك من أحوال الكواكب، فأمر ببناء الأهرام وإدعاء الأموال وصحائف العلوم إشفاقا عليها من الدروس، الدروس بمعنى الاختفاء، واحتياطا عليها وحفاظا له وحفظا له. فزي ما شفنا القزويني عرض وجهتين النظر، وجهة إن دي أبنية اتبنت بغرض وهي حفظ العلوم اللي كانت موجودة في العصر ده والخوف عليها من الضياع، أو السبب التاني اللي قالك ناس كتير مؤمنين بيه من الناس ومصدقينه إن دي مقابل للملوك اللي حبوا يتميزوا عن غيرهم من الملوك، بحيث إن هما كانوا ملوك عظام، فقالك أنا مش هدفن في قبر عادي، وده شيء كانوا بيعملوا البشر طول التاريخ. ومن عجائب مصر أبو الهول، وأبو الهول في معلومة غريبة جدا ملفتة للانتباه، إن بيقولك ناس كتير جدا لما كانت بتيجي تزور مصر، كانت سواء من اليونانيين اللي زاروا مصر في العصر البطلمي أو بعده في العصر الروماني، وبعض المؤرخين العرب بيذكروا الأهرامات وما بيجيبوش سيرة أبو الهول، فقزويني من القلائل اللي اتكلموا عن أبو الهول. بيقول عليه هو صورة آدمي عظيمة مصنعة وقد غطى الرمل أكثر، يقال أنه طلسم للرمل لئلا يغلب على كرة الجيزة، فإن الرمال هناك كثيرة شمالية متكاثفة، فإذا انتهت إليها لا تتعداه، والمرتفع من الرمل رأسه وكتفاه وهو عظيم جدا وصورته مليحة كأن الصانع الآن فرغ منه. وقد ذكر من رأى أن نسرا عشش في أذنه وهو مسبوغ بالحمرة. هنا النص ده على صغره المعلومات كتير جدا. طلسم للرمل، هتلاقي الكتاب والرحالة العرب اللي اتكلموا عن الأهرامات اتكلموا عن طلسم الرمل، لكن ما سموهوش أبو الهول، فمش معنى كده إن هما ما شافوهوش. يعني اعتقد ابن بطوطة كان في كتابه والبغدادي كان في كتابه اتكلموا عن الموضوع، ان في تمثال طلسم للرمل موجود في الجيزة، فمش شرط انه يذكر لك ان هو ابو الهول، هو معروف ان الرمال بتنتهي عند اخر ابو الهول. ليه فكروا كده؟ لأن هضبة الجيزة تعتبر هضبة صحراوية، لو انت نزلت منها شوية هتلاقي نهر النيل والزراعات، فهم شافوا ان التمثال عند نهاية الصحراء ففكروا ان ده زي طلسم او سحر بيوقف الرمل. وللأمانة ده تفكير منطقي، ان مثلا قوم عاد او اطلانتس جم بنوه، يعني فكرة ان اللي بناه كان عامله بغرض سحر انه يوقف الرمال عشان الزراعة في النيل تنجح، والله فيها منطقية كبير جدا عن انه بينتج كهرباء وعينيه بتنور في الضلمة. يعني النقطة بقى الغريبة في الموضوع اللي مركز فكرة ان في ناس كان معشش في اذنه وهو مسبوغ بالحمرة،
مسبوق بالحمرة ده مؤخرا لما جم يرمموا بالهول كان اكتشفوا ان لونه الاصلي كان احمر وكان وشه مدهون باللون الاحمر. فكر بقى اذنه دي كتير من بتوع نظريات المؤامرة هتلاقيهم بيتكلموا عن مدخل سري في اذن ابو الهول وان في حجر قافل المدخل وفي صور كتير في الموضوع ده، فواضح ان ايه كان في فعلا زي فتحة في المكان ده وكان في ناس معشش فيها في فترة من الفترات. وبعدين بيحكي لنا قصة المأمون في مصر. قصة المأمون من القصص اللي الواحد لازم يعترف ان هو كان بيتعامل معاها في فترة من الفترات بجد. لما بتقرأ قصة من كتاب بتتخيل ان دي الصورة الوحيدة ليها وان ده الكلام الصحيح اللي موجود، لكن لما بتتابع في اكثر من كتاب بتكتشف ان القصة ليها صور كتير. فالمأمون لما جه مصر نقب احد الهرمين وهو هرم خوفو المحاذين للفسطاط بعد جهد شديد وعناء طويل، فوجد في مدخله مراقي ومهادي هائلة يعصر السلوك فيها. وجدوا في أعلاه بيتا مكعبا غرفة دفن الملك طول كل ضلع منها 8 أذرع، وفي وسطه حوضا وخاما مطبقا. فلما كشف غطاؤه لم يوجد فيه غير رمة بارية، فأمر المأمون بالكف عن النقب ما سواه، وقال بعضهم: ما سمعت بشيء عظيم فجئته إلا رأيته دون صفته إلا الهرمين، فإني لما رأيتهما كانت رؤيتهما أعظم من صفته. طيب نتكلم عن قصة المأمون الأول. زي ما قلنا البغدادي قال إنه دخل ما لقاش حاجة جوه. كان في مين كمان؟ كان في المسعودي قال إن المأمون لما دخل لقى جثث كتير جدا مدفونة، وكان في ذهب جواه يعادل الذهب اللي استهلكه المأمون في دخول العرب. هنا القزويني بيقول ان هما لما دخلوا هو وصف غرفة دفن الملك مظبوط، وقال ان التابوت الجرانيت اللي في النص كان متغطي كان فيه جواه جثة، وان الجثة دي راحت او الموميا دي راحت بغداد واتدفنت هناك، وبالتالي دي كارثة لكل علماء الآثار اللي بيدوروا على مومياء الملك خوفو، لأن لو قصة القزويني صحيحة تبقى دي مومياء الملك خوفو اتاخدت واتفك الكفن بتاعها في بغداد أيام المأمون، واتاخد الذهب اللي كان لابسه، والموميا نفسها اتكفنت مرة تانية بالطريقة الإسلامية واتدفنت في بغداد. فزي ما كنت بقول من شوية من القصص، أنا كنت واخد الرواية بتاعت البغدادي إنها الصحيحة، إنه لما دخل ملقاش حاجة جوه وإن الهرم كان فاضي، واللي متابع القناة عارف إن أنا قلت الكلام. لكن مع الوقت ومع القراءات وإن كل الكتب حظوظ الروايات اللي فيها متساوية، فبالتالي وارد إنه دخل جوه فعلا لقى مومياء خوفه، وارد إنه دخل جوه ملقاش حاجة خالص ولقى التابوت زي ما هو كده، التابوت الحجر المكسور من الجنب بنفس الصفات اللي موجودة دلوقتي اللي تقدر تشوفها في ان هما دخلوا لقوا الهرم من جوه زي ما احنا موجود لنا دلوقتي، ووارد ان هما دخلوا لقوا جثث كتير، وان الهرم اعيد استخدامه في فترة متأخرة، وان بشكل ما كانت الاسرات في عهد الدولة المتأخرة بيعرفوا يفتحوا الهرم ويدخلوه ويخرجوا منه بطريقة عادية يعني. وطبعا بيكرر في النهاية الجملة اللي قالها أغلب الرحالة، إن عمره ما راح لشيء فلقاه على الصفة اللي الناس بتوصفه فيها إلا الهرمين، دايما بيلاقيهم أعظم من الصفة اللي الناس بتوصفهم ليهم، طبعا لضخامتهم وكبر حجمهم ودقة صناعتهم. مع السلايد الأخيرة دي، طبعا شوف السلايد آخر واحدة، إن إحنا كنا هندخل في موضوع تاني كلامه عن موقع يأجوج ومأجوج، خليه للحلقة القادمة. وأرض الظلام، وجبنا القصة دي قبل كده من كتاب كان في الذاكرة، من كتاب تحفة النظار لابن بطوطة، ومن كتب تانية كمان، وإن شاء الله هنستمر فيها. زي ما شفنا هو اتكلم عن فنا اسكندرية اللي كان موجود،
ولو انت بتتتبع التاريخ هتلاقي ان الرحالة اليونانيين اللي جم قبل الدولة البطلمية زي هيرودوت، ما اتكلمش عن فنار اسكندرية. بعدين بدأ ذكر الفنار من الرحالة اللي جم مصر والمؤرخين اللي كتبوا على مصر في القرون الميلادية قبل الميلاد بمئة سنة أو في القرن الأول الميلادي، وبعدين بدأ ينتشر ذكرها لحد ما شفنا إن ابن بطوطة في رحلته بيذكر لنا إن هو في رحلته الأولى قبل الزلزال اللي حصل كان شافها على حالها نفس اللي وصفه القزويني النهاردة، ولا في رحلته التانية شافها وقسم منها جزء كبير جدا بعد الزلزال. وزي ما قلنا إن لما جه قايتباي يبني القلعة بتاعته بناها بالجزء الأسفل من فنار اسكندرية والباقي ما نعرفش عنه حاجة. فهي فنار اسكندرية تحولت لقلعة قايتباي في عصرنا الحديث، ومؤخرا بدأت بعض البعثات الأجنبية بتعمل زي غطس في البحر وتصوير الحجارة بتاعة الفنار، وفي أفلام وثائقية بتتكلم عن الموضوع ده وبتعرض قد إيه عظمة بناء فنار اسكندرية وقد إيه حجارتها ضخمة وقد إيه بناء فنار اسكندرية لم يكن يقل في إبداعه عن بناء الأهرامات، رغم إن دي مبنية في العصر البطلمي وناس عاديين اللي بنوها لا رواد فضاء ولا كائنات من كوكب زحل ولا أي شيء خالص. قدرة البشر على الفن والإبداع أنا دايما بدافع عنها طول الوقت. وبعد كده اتكلم عن وصف مصر، نهر النيل مميزاته، الاختلافات اللي هو شافها في نهر النيل ما بينه وما بين الأنهار التانية، هو النهر الوحيد اللي بيجي من الجنوب للشمال، باقي أنهار كوكب أو باقي الأنهار اللي كان في اطلاع عليها كانت بتيجي من الشمال للجنوب او من الشرق للغرب او من الغرب للشرق، فاتجاه نهر النيل متفرد عن اغلب الانهار اللي اتكلم عنها اللي كانت موجودة على الاقل في وسط الخلافة الاسلامية. حجم مصر، شكلها، اقاليمها. وبعدين اتكلم عن اهرامات الجيزة وقال لنا وجهتين النظر اللي كانوا موجودين في العصر الإسلامي. وجهة النظر إن ده بناء ليه غرض مهم جدا، حفظ العلوم اللي كانت موجودة قبل الطوفان، وبناء تاني. ووجهة النظر التانية اللي كانت بتقول إن دي مجرد مقابر لملوك عظام أو عظماء من ملوك مصر، وهؤلاء الملوك حبوا يتميزوا عن باقي الملوك في مدافنهم فبنوا الأهرامات عشان يدفنوا فيها. وذكرنا في الآخر إن هو كانوا بيعتبروا أبو الهول طلسم عشان يحجز الرمال، وإنه كان مدفون لحد مش باين الرأس وكتفه لأن الرمال كانت مغطياه. وفي الأخير ذكرنا قصة فتح المأمون للمرة الرابعة والخامسة. وزي ما قلت عن القصة دي ان مع الوقت بدأ يبقى عندي تشكك في نتيجتها، ان كنت من فترة كنت مقتنع بشكل كامل بالقصة اللي ذكرها البغدادي ان هو دخل الهرم ملقاش شيء، ملقاش جثمان، ملقاش اي حاجة، لقى فاضي زي ما هو موجود. وده نتيجة يمكن الفيديوهات اللي بتروج للموضوع ده، قناعتي يعني. لكن مع الوقت ومع قراية عدد كبير من الكتب فلا، في كذا قول في الموضوع وبعضهم ليه وجاهة، منهم ان اتلقت جثة خوفو كانت موجودة في الهرم، مومياء خوفو يعني، وكانت متحنطة وكان فيها ذهب وكان فيها أشياء، واستخرجوا من المومياء كمية كبيرة من الذهب ودفنت في بغداد، او ان هم لقوا غرفة الدفن فاضية لكن كان في جثث أو مومياوات تانية كانت مدفونة في البهو العظيم. يعني الهرم أعيد استخدامه فترة متأخرة من العصر الفرعوني وناس اتدفنت جواه. ففكرة إنك تعرف المأمون لقى إيه جوه من الصعب إن الواحد يجزم بيها. الموضوع بالفعل طلع محتاج دراسة مش بالسهولة إن الواحد يقرر، لكن اللي فيه يقين فيه إن اللي فتح المدخل الحالي للهرم الكبير هو الخليفة المأمون،
وانه كلف مجموعة من العمال، وكل الناس متفقين ان هو لقوا صعوبة كبيرة في فتح الهرم لحد ما بدأوا يستخدموا طريقة كيميائية تخلط ما بين الخل والنار عشان يقدروا يفتحوا الفتحة دي. ده اللي كل الناس مجمعة عليه، لكن بعد كده لما دخلوا جوه الموضوع مختلف تماما، وفي اختلافات كبيرة قوي. لقوا ايه جوه وايه الاحجام، ففي ناس بتقولك لا كنز عظيم، وفي ناس بتقول ملقاش حاجة أصلا، وفي ناس بتقول لقى نفس كمية الفلوس اللي دفعها. فالله أعلم بالنتيجة. مش عايز أطول عليكم، ده كان ملخص للحلقة، وإلى هنا تنتهي حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.